الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم ما بعد، هل طلاق الغضبان يقع؟ هل يقع طلاق الغضبان؟ أقول لله التوفيق. الأصل أن الغضبان لا يؤخذ بفعله حال غضبه، الأصل أن الغضبان لا يؤخذ بفعله حال غضبه. سيدنا موسى لما ذهب لملاقات ربي عز وجل ورجع إلى بني إسرائيل فوجدهم عبدوا العجل، اسمع ربنا يقول إيه، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال بئس ما خلفتموني من بعد، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. سيدنا موسى من غضب لما رجع إلى بني إسرائيل ووجدهم عبدوا العجل كانت معه بعض الألواح، الألواح شبيهة بالتوراة، وقيل إنها التوراة يعني حالات أشياء معظمة من قبل الله عز وجل، ولكن من شدة غضب موسى لما رأى بنو إسرائيل عبدوا بني إسرائيل عبدوا العجل ألقى الألواح من شدة الغضب، من شدة الغضب. شوف الغضب يفعل بالإنسان أشياء عظيمة جدا. يبقى الغضبان الأصل أن طلاقه لا يقع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه البخاري من حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الغالب أن الغضبان لا ينوي شيئا، لأن الغضب أغلق على عقلي وقلبي. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. اسمع الكلام ده كده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، لا طلاق ولا عتاق. عتاق يعني أن يعتق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق يعني أغلق على عقل، أصبح لا يدري ما يقول، أصبح لا يدري ما يقول. فهذا الذي أغلق على عقله لو طلق امرأته فطلاقه لا يقع. بس الحقيقة أن العلماء بيقولوا أن الغضب ثلاث أنواع، الغضب ثلاث أنواع. في بداية الغضب، أول حاجة في بداية الغضب يشعر بما يقول، فهذا غضبه فهذا طلاقه يقع اتفاقا، يبقى في بداية الغضب لكنه يعلم ما يقول، فهذا باتفاق أهل العلم يقع طلاقه. يبقى الحالة اللي في بداية الطلاق، في بداية الغضب ويدري ما يقول ويعي ما يقول، فهذا يقع طلاقه باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أنه يغلق عليه تماما، أصبح من شدة غضبه لا يدري ما يقول، نقول هنا طلاق لا يقع. طلاق لا يقع لقول النبي لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق يعني عقله ما مش داري بالنفس هو بيقول ايه، خلاص. يبقى الحالة الثانية انه يكون في غضب شديد جدا ولا يدري ما يقول، فهذا باتفاق اهل العلم لا يقع طلاق. يبقى الحالة الأولانية باتفاق اهل العلم انه بداية الطلاق في بداية الغضب وهو يعي ما يقول يقع طلاق. الحالة الثانية في غضب شديد باتفاق أهل العلم لا يقع طلاق. الحالة الثالثة بين يعني بين يعني هو فعلا غضبان وداري باللي بيقوله، بس من شدة غضبه ما استطاع أن يمسك لسانه، من شدة غضبه هو واعي بما يقول لكن من شدة غضبه ما يستطيع أن يملك لسانه. فمن أهل العلم من قال لا يقع، ومن أهل العلم من قال لا يقع. واللي رجح ابن عثيمين رحمة الله عليه أن طلاقه لا يقع لأنه لا يستطيع أن يملك لسان. طبعا الكلام أنا بقول ده كلام أحكام عامة، كل إنسان يحتاج إلى فتوى معينة. يعني عسى بيقول لك الإنسان أنا كنت غضبان عم الشيخ، تبدأ تاخد معه هو في الآخر، تبدأ تاخد تدي معه تشوفه كان في حالة غضب شديدة، ممكن لك في حال غضب شديد جدا ولكن هو بيضحك بيسخر من الشيخ وعارف ان هو كان في بداية الغضب. لا، فالشيخ افتاه بناء على كلامه. يبقى الكلام ده عام، انما كل واحد ينزل عليه حالته الخاصه، من هل كان في غضب شديد في بدايه الغضب، لا الغضب بين يعني لا هو شديد جدا لكنه ولا هو في بدايته لكنه لا يستطيع يملك لسان. يبقى كل حالات دي تحتاج الانسان. اصل أغلبية الرجال إذا ما طلقوا نسائهم في الغالب نسبة 90% يكون في حالة غضب. يبقى نقول لكل واحد طلاقك لا يقع، لا، كل واحد بياخد الفتوى اللي تخصه، كل واحد بياخد الفتوى اللي تخصه بناء على كلامه لأهل العلم، بناء على كلامه لأهل العلم. هل طلاق الغضبان يقع ولا لا يقع كما فصلت على النحو السابق. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.